هكذا هو حال أبرز الشوارع السياحية في بغداد، منظر تقشعر له الأبدان لما فيه من تقصير وإهمال الجهات المسؤولة عن تنظيف وإدامة أرصفة فندق فلسطين في شارع السعدون، والتي تكاد تكون أشبه بمكب للنفايات. في الوهلة الأولى يخيل لك أنك تسير في إحدى الشوارع التي لا تطأها أقدام المارة لما تراه من نفايات وأوساخ، لكنه في الواقع أحد أهم الشوارع والأرصفة السياحية في بغداد، شارع السعدون وأرصفة فندق فلسطين الدولي الذي لا يخلو من مرور السائحين العرب والأجانب، تتكدس النفايات فيه دون التفات الجهات المسؤولة عن إدامته. يعني ما يلمنا احنا اليوم من نفتر بشوارع العاصمه بغداد ونشوف بعض الشوارع بصراحه مليئه بالنفايات، نظافه بها غير جيده. اكبر دليل احنا حاليا بالقرب من فندق فلسطين نشوف هذا الرصيف يعني مليء بالنفايات، ماكو اهتمام من قبل الجهات المعنيه، اكو تقصير واضح جدا، اكو كثير من السواح الاجانب والخلايجه انه يزورون هذا الشارع على الكراده على بنواس فيشوفون هذا منظر غير لائق. فيما طالب مواطنون الجهات الحكومية المعنية بالنظر إلى الإهمال المتعمد لهذه الأرصفة، فرغم مرور عمال النظافة وآليات البلدية إلا أن رصيف فندق فلسطين لم ينظف لأيام أو لربما لأسابيع. حاليا نلاحظ شارع السعدون اللي هو أهم شارع تقريبا بوسط العاصمة اللي هي بغداد، شارع اللي يمتاز بكثرة الفنادق واللي يمتاز بتوافد بالسائحين، أنه بهذا المنظر الغير لائق اللي متروس نفايات ومتروس قزاز وماكو مكان اصلا واحد يقدر يمشي به، فنطالب من امانه بغداد او بلديه بغداد انه تهتم بهذا الموضوع وتركز وتبذل جهدها على هذا الشارع. ان الانعكاسات السلبيه التي تبقى في نفوس السائحين والنظره السيئه التي تؤخذ من زوايا معينه في العاصمه تنقل انطباعات مغايره لجمال بغداد. هنا وجب تدخل الجهات المعنية لتغيير أرصفة ومحيط فندق فلسطين وباقي فنادق العاصمة بغداد. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.